هنبدأ حلقة الليلة بخبر مهم من وزارة الصحة اللي كشفت عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج. الوزارة قالت إن الخطوات هتكون كالتالي: أول حاجة الذهاب إلى غرفة المشورة للمقبلين على الزواج، وبعد كده التوجه لأقرب وحدة لفحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج. الوزارة أكدت أهمية إجراء الفحوص قبل موعد إتمام الزواج بست شهور، والوزارة كمان قالت إنه ممكن استلام نتائج الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوم من إجراء التحاليل، وده بيتم بشكل سري تماماً. طبعاً دي خطوة مهمة، وننصح المقبلين على الزواج إن هم يقوموا بيها عشان يطمنوا على صحتهم وصحة الأجيال القادمة بإذن الله. وتذكروا دوماً: قلة عاملة خير من كثرة عاطلة.